مع اقتراب شهر رمضان المبارك راح نشوف آراء الناس في مدينة الرياض حول تجهيزاتهم لاستقبال الشهر الكريم، واليوم راح نتكلم عن أسعار السلع الاستهلاكية ومدى ثباتها وارتفاعها نتيجة الإقبال الكبير خلال شهر رمضان. دائما نشوف عروض، أحيانا تكون عروض وهمية. إجراءات ما بعد الشكوى أعتقد أنها تمشي بشكل بطيء يعني. جولتنا أخذتنا لأشهر أماكن التموين المنزلي، وأسئلتنا للمتسوقين كان أولها عن ارتفاع الأسعار، هل هو حقيقي أم إشاعة؟ والله تختلف بين متجر ومتجر، بعض المتاجر المشهورة أحيانا تكون أسعارها شوية مرتفعة عن متاجر أخرى. المواد الغذائية الخاصة برمضان ما عليها عروض. حاولنا كمان تعرف إيش رد فعل المتسوقين في مواجهة ارتفاع الأسعار. والله يعتمد يعني شنو سياسة رفع الأسعار، يعني هل رفع الأسعار جاية بشكل عشوائي؟ إيه راح أقدم شكوى، لكن إذا لا جاية بشكل منظم وتنسيق مع وزارة التجارة وملمين بالقوانين لا ما راح أقدم شكوى. إني ضايق من المنتج نفسه وما عاد أشتريه، يعني كنت أوجه ابتعاد عن المنتجات نفسها اللي تتبع سعرها. ردت الوزارة على استفسار أخبار 24 بأنها تتابع أكثر من 280 سلعة تموينية، وأكدت تنسيقها مع هيئة المنافسة لمنع الاحتكار والاستغلال. لأخبار 24 نجوى العضيلة الرياض.